الاسكندريه اي يعني راح ومشي كان ما صار شيء. طيب وبالنسبه لامير غانم ايضا كان عنده فكره وقدمها ايضا، فايش الرساله اللي بوصلها امير غانم حسب ما كنت معاه؟ هي اكثر فيلم دراماتي على مره فقدت بنتها الصغيره وشوي انجنت صاب الجنون عشان فقدت بنتها بمرض كتير صعب، فقصة كتير عاطفية كتير شخصية كتير صغيرة وقدر يمرقها بدقيقة واحدة، وهذا الاشي اللي كان. طيب فيصل الثاني ايش كيف رسالة كان بيقولها محمد؟ فيصل كان رسالته كانت عن يعني فرصة تانية، شلون كل واحد يتمنى انه يكون عنده فرصة تانية حق كل شيء. في الفيلم يقصد فرصة تانية الحياة، انك شلون يعني لين تخطئ في شيء فتتمنى انه يكون عندك فرصه ثانيه، ففي الفيلم انه واحد يرجع يعني يكون مو موجود في الحياه بس عقب يرجع الحياه ومثل انه يعدل كل غلطاته وعقب يرجع مش اسمه يرجع يعني. والله احنا فخورين فيكم صراحه يا شباب والله، ونفتخر اكثر لما نشوف هذه انجازاتكم واعمالكم، وان شاء الله نشوفكم من المخرجين الكبار ان شاء الله يا رب، تكون هذه بدايتكم يا رب. اعزائي المشاهدين راح نعطيكم ايضا فرصه للاتصال والتواصل مع المبدعين الشباب القطريين، اذا عندكم اي تساؤل بامكانكم التواصل معنا. ناخذ الاخ احمد. مرحبا يا احمد. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا احمد. كيف الحال؟ الله يسلمك يا احمد، تفضل. والله صراحه انا مو مصدق عيون اللي اشوفه يعني معكم يعني. ليش يا احمد؟ بالعكس هذه كلها ابداعات قطريه. اقول لك مو مصدق يعني صراحه، اشوف مخرجين نفس اليوم شباب يعني اعطيهم العافيه والله. الله يعافيك ان شاء الله. والله صراحه يعني عندك سؤال تبي تسالهم احمد؟ لانهم الشباب بالعكس يعني متحمسين واحنا نبغي كلنا نشجعهم ان شاء الله. انا صراحه اشجعهم على هالشيء هذا واشجع الشباب القطري كلهم يعني. الله يعطيك العافيه، وان شاء الله احمد تكون انت ايضا احد المبدعين في مجالك ان شاء الله يا رب. والله صراحه انا خاطري اشارك معهم ان شاء الله، ولا يهمك، اترك رقمك يا احمد، وهذا الاخ اسكندر راح يتواصل معك ان شاء الله بعد البرنامج وراح يشوف ايش ممكن يساعدك فيه ان شاء الله، ولا يهمك ان شاء الله. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه يا احمد، عزيز وغالي اخوي. ناخذ الاخ عبد الرحمن. مرحبا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه اخوي حسن. يعافيك ويحفظك عبد الرحمن، تفضل. استاذ اسكندر كيف حالك؟ استاذ اسكندر سلم عليك. اهلين اهلين، انا مش سامعك منيح. الو نحاول. ايوه ارفع صوتك شويه معلش عبد الرحمن. الحين اوكي؟ اي نعم تفضل. يعطيك العافيه استاذ اسكندر، معك عبد الرحمن. عبد الرحمن. اهلين عبد الرحمن كيف الحال؟ العباسي عبد الرحمن العباسي. اهلين عبد الرحمن كيفك؟ الحمد لله كيفك؟ عارفك كان عندي بورشة صور متحركة. فعلا كانت ورشة حلوة اللي هي الانيميشن خلينا نقول. استفدنا منها كتجربة جديدة بالنسبة لنا، وطبعا نوجه له التحية ونوجه لك انت التحية انك استضفتهم، ولشبابنا اللي احنا نتمنى لهم طبعا محمد ومحمد. نتمنى ورشات اكثر واكثر طبعا في كل الله. الدورات ان شاء الله في الجيات ان شاء الله. وهي فرصه نشجع شبابنا قطر ان في مجال الابداع طبعا. نعم. شكلك يا عبد الرحمن على هذه المدار. يعافيك ويحفظك ايضا عبد الرحمن، والده ايضا اعلامي سابق في مجال التلفزيون والاذاعه ايضا، فما شاء الله انتم لميتوا كل وجمعتهم كل المبدعين كلهم في ورشه عمل واحده طبعا تقريبا. عبد الرحمن شارك معنا بالاسبوع اللي فات بورشه صور متحركه اللي كانت بديكيشن سيتي. حلو. كان عندنا اربع ورشات هذا الاسبوع، اربع ورشات صور متحركه لكل الاجيال. طيب الان شفنا بعض اعمال شبابنا وبناتنا، الان يمكن واحد مثل احمد مثل عبد الرحمن مثلي انا يعني حبيت هذا المجال الحين، ويمكن انتم يعني وعيتوهم ان في امكان الابداع. الان شو يسوون؟ الجرس في البيت وشاف الان الفقرات هذه والابداعات القطريه هذه، شو يسوي الان؟ اول شيء في لسه مجال الواحد يشارك بالمهرجان. في مجال؟ في مجال. جاي علينا ان شاء الله ورشتين تمثيل، ومن بالمهرجان نفسه راح يكون عندنا يوم كامل اللي اسمه يوم الاسره، اللي راح يكون فيه ورشات صور متحركه. الان راح اعملها، راح يكون ورشات رأس لبنات صغار من تحت جيل 12 بوليوود، كيف ما الهنود بالهند برقصوا. راح يكون عندنا افلام وفعاليات لكل العائله. راح يكون عندنا يوم اسمه يوم المخرج اللي راح نعمل فيه كمان ورشه دقيقه واحده انا راح اعملها برضه، وكمان ورشه تمثيل او نوع من عرض ارتجالي اللي بيشارك
الجمهور مع الناس. يعني في مجال اللي حابب الان ممكن يجي يشارك، اللي حابب الان بس لازم يفوت على الموقع تبعنا، شفتوه اكم من مره على التلفزيون. طيب ودوحه بتذكر بالموقع اساسا بس يسجل، يسجل لا يسجل بالموقع. حلو. على الموقع نفسه بنعلن على كل الورشات اللي بتصير، فبيقدر يسجل لكل ورشه. في لسه اكم محل مفتوح لورشه التمثيل، راح يكون ب 18/10، فبطلب الكل يسجل وان شاء الله راح نختار 15. طيب العيد بس ذكرنا مره ثانيه بالموقع، تقول لنا اياه. www.dohatribecafilm.com لو تحطوه على الشاشه برضه بيساعد. طيب ان شاء الله نحاول نحط لكم على الشاشه باذن الله. في قالوا لي الاخوان محمد العسيري فيلمك جاهز يا محمد، نشوف الحين مع بعض. في الاخر صفقت يا محمد. انا شفته اليوم الظهر، حاولت افهم المعنى العام، ولكن ابغي افهمه منك احسن، لان كثير من المشاهدين الان شافوا ودهم يسمعون الفكره المختصره لهذه الدقيقه. هي فكره القصه هي عن مراحل الحياه. ان شلون يعني عن التعبير، يعني تنتقل من واحدة لثانية واللي بعدها. وآخر شيء هي نامت. ويعني أكيد يعني فهمنا إنه يعني شو يصير يعني آخر الحياة. ينام يعني الإنسان. يعني الموت تقصد يعني؟ الموت. بس أنت أيضاً أبدعت في التمثيل محمد. يعني حتى ردة فعلك ورياكشن اللي عندك أيضاً كان وايد إيجابي حلو. يعني انا لو سكدر ما قال لي ان هذا انت كنت ما عرفتك. ليش؟ لا الشكل غير. طيب اسكندر، يمكن يعني محمد العسيري يحاول يوصل مختصر للحياه من بدايتها لنهايتها. طيب محمد ابراهيم ايش راح كان يوصل؟ محمد ابراهيم وصل، جرب يوصل وقدر نجح يوصل فكره بشكل عام اللي هو بيقدر يحكي لك عليها اكثر. هي الفكرة البسيطة اللي هي يعني كيف الحياة غريبة، ولما الواحد مثلا يكون حزين أو تفكيره يتغير، يعني ما يفكر مثل الناس الثانيين، تفكيره يتغير. فكيف يعني الواحد لما يكون حزين ويفكر في أشياء ثانية، كيف الحياة تتبين أنها غريبة يعني بالنسبة له في وجهة نظر الإنسان هذا. وش كذا خد تصوير يعني فترة لين أنجز هذا العمل؟ احنا طلعنا وصورنا لمدة 3 ساعات، ولما منتجنا الفيلم في البداية الفيلم اللي كملناه تقريبا كان 6 دقائق، وبعدين شوي شوي يعني قصرنا من الفيلم شوي شوي شوي. إلى وصل كم؟ لين دقيقة، لمدة دقيقة. دقيقة بالضبط. إيه يعني ما يصير. طيب 3 ساعات عمل إلى دقيقة. 3 ساعات تصوير. تصوير نعم إلى دقيقة. قبل التصوير عندك تقريبا اشتغلنا نهار كامل على كتابة السيناريو. كتب السيناريو محمد يمكن 10 مرات اذا مش اكثر. يكتب ونكتب من اول جديد. بعد ما خلصنا اشتغلنا على الستوري بورد. محمد كتب لوحده ولا حد ساعده؟ كتب لوحده اكيد. يعني انا وجهته وساعدته، بس انه هو كتب كل شيء لوحده، فكرته من الاول لاخر. واخرج كل الفيلم. خساره انه فيش عندنا الميكينج اوف هنا. اخرج كل شيء، يعني انا كنت اصور وهو كان يقول لكل الطاقم ايش يعمل. حكى مع الممثلين، اشتغل مع بنت صغيره، يمكن تقدر تحكي لنا كيف كان الشغل. سالفه البنت الصغيره هذه، البنت الصغيره هذه ما شاء الله عليها، يعني الجو برا كان وايد حر، وكنا نحاول يعني ناخذ الشوت، وهي كل فتره وفتره يعني تغلط في كان عندها نص يعني كلمات تقول في قدام الكاميرا.
وكانت تتغلط وايد لانها حرانه وتعرق مسكينه نقول لها لا شاطره شاطره تسوين زين وايد فيعني كات عقب كات والحمد لله يعني. طيب احنا الان قاعدين نشوف كل تقريبا